السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. المفترض جدلا إن إحنا لازم نخاف من الراجل ده. الراجل ده اللي سنه لا يتجاوز 37 سنة بدأ يلففنا كلنا حوالين نفسينا. في نفس التوقيت اللي المفترض جدلا إن هو يتقارب مع أمريكا والقوى الغربية في حربهم ضد روسيا، نفاجأ بأن هذا الشاب السعودي بيتقارب مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا بمعدلات غير مسبوقة، إلى درجة إن هذا التقارب بدأ يقلق ويزعج قادة الغرب. فلاديمير بوتين زيه زي محمد بن سلمان الأمير السعودي. فلاديمير بوتين هو والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وجهان لعملة واحدة، نفس القوة، نفس الإرادة، نفس التحدي، ما يهمهمش حد. وبالتالي يجب أن نقلق من هذا الشاب السعودي، ويجب أن نقلق من هذا التقارب السعودي الروسي. هو ده اللي قالته صحف الغرب خلال الساعات القليلة الماضية في تقارير بثتها عدد من وكالات الأنباء العالمية. التقرير اللي اتنشر كان في جريدة الجارديان البريطانية تحت عنوان بوتين والأمير، مخاوف في الغرب من تعمق العلاقات ما بين روسيا والسعودية. التقرير طبعا لمارتن شولف مراسل الصحيفة بالشرق الأوسط اللي نزل التقرير ده، وأثار فيه مجموعة من المخاوف الغربية على لسان مجموعة من قيادات الغرب. التقارب الروسي السعودي كارثي. هذا التقارب بيقود هذا الشاب السعودي اللي سنه لازال في الثلاثينيات، أما لما يكبر هيعمل فينا إيه؟ الغريبة جدا أن هم قالوا إن الأمير محمد بن سلمان مش مجرد ولي للعهد، مش مجرد رئيس للحكومة، ده بيقود السعودية قيادة فعلية، وتلك هي الكارثة كما جاء في هذا التقرير. تعالوا حضراتكم شوفوا تفاصيل التقرير ده عشان نستمتع بالقلق الذي بدأ ينتاب كل عقليات القوى الغربية. التقرير ده بيقول إيه حضراتكم؟ بيقول مقارنة ما بين فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، هنكتشف كليهما شن حرب على بلد مجاور. طبعا في إشارة روسيا أوكرانيا، في إشارة للسعودية واليمن. طبعا السعودية ما شنتش حرب على اليمن ولا حاجة، إنما السعودية بتدافع عن أمنها في مواجهة التدخل الإيراني عن طريق الحوثيين، وبتعمل قلق في قلب المنطقة. كليهما بوتين ومحمد بن سلمان لا يتقبلان أي معارضة. معارضة إيه؟ اللي هي المعارضة الغربية سعادتك. إن الغرب بيعترض على قرارات محمد بن سلمان طز. لما سألوا الأمير محمد بن سلمان قالوا له بالحرف الواحد: أنت مش خايف إن الإدارة الأمريكية تزعل من تحركاتك وقراراتك والتقارب بتاعك مع روسيا؟ قال بما معناه TOZ طز. أنا بشوف مصلحة السعودية فين؟ هما بيشوفوا مصلحة أمريكا فين؟ وأنا كمان من حق إن أنا أشوف مصلحة بلدي فين؟ مصلحة بلدي يمين، هروح يمين. قالوا ما أنتش خايف من رد الفعل؟ برضو كررنهم نفس المسألة TOZ مش خايف. عاوز يتعامل معايا يتعامل معايا من منطلق الند للند. التصريحات دي نزلت في صحف أمريكية كبيرة. وقتها بعض الناس كانوا بيقولوا إيه ده بس من حلاوة الروح، والأمير محمد بن سلمان بيحاول يفرقع له كم فرقعة كده عشان يثبت وجوده ويقول ها أنا زا موجود. ثبت بالدليل القاطع إن هذا الأمير السعودي الشاب الصغير في السن خلى السعودية تنتهج نفس هذا النهج منذ لحظة ذاك حتى اللحظة الراهنة. فهو صوته من وحي وطنيته، من وحي حرصه على وطنه، هو ده اللي بيعمله الأمير محمد بن سلمان. ولذلك قال دايما، كان دايما رد فعله ما يهمنيش، ما يهمنيش رأي أي حد، ما يهمنيش من يقول، ماذا يقولون دعهم يقولون. ثم التقرير بيقول الاثنين دولي يحرصان، اللي هو فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان، يحرصان على أن يسجل اسميهما في محافل التاريخ.
ثم التقرير بيقول كمان ان بعد 8 شهور من غزو روسيا لاوكرانيا وصلت العلاقات ما بين الرياض وموسكو الى قمتها، في وقت كل دول العالم بتتقارب فيه مع القوى الغربية لان دي مصلحتهم، بينما فوجئنا بان السعودية بتتقارب مع روسيا بعكس كل التوجهات. طبعا الصحيفة بتتساءل، بقدر ما تضاعف دول اوروبا وامريكا حربها ضد فلاديمير بوتين، قام الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات مع روسيا بشكل كبير جدا غير عابئ بالنتائج. منتهى التحدي ومنتهى القوة. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم اوعوا تتخيلوا ان المملكة العربية السعودية هترجع قيد خطوة للخلف؟ الكلام ده كان قبل قمة جدة، لما احنا قلنا بالحرف الواحد في حلقات سابقة واحنا بنرصد تطورات الوضع والاستعداد لمؤتمر جدة اللي حضره جو بايدن رئيس امريكا، قلت لحضراتكم النهج اللي اخده الامير محمد بن سلمان ده نهج هيفضل مستمر. بعض الناس قالوا بالحرف الواحد هنشمت فيك بعد انتهاء مؤتمر جدة وهنعرفك ان تحليلك غلط وان السعودية مش هتقدر تستغنى عن السير في ركاب الولايات المتحدة الامريكية، ودخلنا في تحدي مع بعضهم. النتيجة وجهة نظرنا هي اللي انتصرت. ليه حضراتكم؟ لان الامير محمد بن سلمان في مرحلة سابقة وفي مرحلة تالية كان واخد جولات مكوكية غير عادية في الكثير من دول العالم، بحيث بدأ يضفر العلاقات السعودية في المنطقة ويضفر العلاقات السعودية على المستوى الدولي، وبدأ ياخد كيرف واتجاه آخر يخص السعودية. طبعا المسألة دي عمرها ما هتكون من وحي الصدفة، فقلنا لحضراتكم ده نهج سعودي جديد بيقود الأمير محمد بن سلمان. ثم التقرير بيقول ان السعودية كانت سابقا اكتر حساسية لمشاعر امريكا، دلوقتي ما عادتش بتعبر الولايات المتحدة الأمريكية بالمرة. السعودية كانت حليف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية كانت بتنسق وتأنتم مع أمريكا لأن المصالح مشتركة. ثم فوجئنا بأن السعودية في ظل إدارة الأمير محمد بن سلمان ولا عادت بتعبر الولايات المتحدة الأمريكية. ثم بيقولوا إيه بقى؟ ورغم تورط الأمير محمد بن سلمان في مقتل جمال خاشقجي، أصبح الآن وريث العرش ويعود أكثر قوة لوضع السعودية كقوة إقليمية ومحرك عالمي. طبعا العالم اتهبلت، الراجل القاتل قتل من حالتها، انتوا بتدوروا على جمال خاشقجي بينما انتوا قتلتوا ملايين الملايين من العرب وأطفال العرب ومحدش عبرهم، انتوا حريصين قوي على حياة الناس. طبعا واخدين جمال خاشقجي زي ما هم اخدوا ريجيني، زي ما اخدوا مهسا اميني في ايران، وزي ما اخدوا بعض اللي حصل في قلب سوريا وزعموا ان بشار الاسد هو اللي قتل وهو اللي دبح، بينما الحقيقة مجموعة الخونة والارهابيين اللي تم ضخهم عن طريق رجب طيب اردوغان وعن طريق التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابيين والشباب اللي تم تسفيرهم من قلب تونس ومن قلب المنطقة ومن قلب تركيا وضخوهم في قلب سوريا وفجروا بيهم الوضع بشكل غير عادي، ويجي يقول لك ايه جمال خاشقجي؟ على الرغم من ان الامير محمد بن سلمان ملوش علاقة بيه، بس جمال خاشقجي ازاي يقتل؟ طب ما تحاسب نفسك، طب ما تروح تحاسبه ابي احمد رئيس الوزراء الى اثيوبيا واللي بيعمله في قلب اثيوبيا بيرتكب عمليات ابادة جماعية كاملة وعمليات تطهير عرقي بالالاف، ورغم ذلك ما فيش صريخ ابن يومين راح حاسبه. ليه ما حاسبتوش؟ لا سعادتك، لان ابي احمد رئيس الوزراء الى اثيوبي ده بيشتغل بناء على تعليماتهم. قتل آلاف مؤلفة من نساء التجراي، قتل آلاف من رجال التجراي إقليم جوه أثيوبيا، بمجرد ما بعض المنظمات الحقوقية قالت له زينك أنت تعمل كده قال ما فيش حد يتدخل في الشأن الأثيوبي، ما عقبوهاش، ما تنهاش، ما تكلموش معاه. حريص على حقوق الإنسان، حريص على مهسا أميني، حريص على جمال خاشقجي، طب فين موقفك أساسا من العرب اللي ماتوا واتقتلوا على أيديك بالملايين خلال السنوات السابقة؟ طالما أنك أنت حريص قوي على حقوق الإنسان بالكاف مش بالقاف. عايز أقول لحضراتكم أن في تصريحات أيضا
اتنشرت خلال الساعات القليلة الماضية في نفس التوجه. يعني مثلا السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، الراجل ده صرح تصريحات أيضا قال فيها إيه؟ قال إن وقوف السعودية إلى جانب فلاديمير بوتين ضد أمريكا أمر مخيب للآمال، وطبعا تجسد ذلك في قرار خفض إنتاج النفط عن طريق دول أوبك بلس منذ ساعات قليلة، واللي بيؤكد إن السعودية أصبحت مستعدة دوما لإهانة الولايات المتحدة الأمريكية علانية، وهو ما يجعل الآخرين في الشرق الأوسط وأفريقيا يشعرون براحة أكبر في التقارب مع روسيا. يعني السعودية بدأت تقود تيار شرق أوسطي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وتقاربا مع روسيا. ده اللي قاله سفير أمريكا السابق لدى روسيا، وقال إن وقوف السعوديين مع روسيا سيجعلها تستفيد هي وروسيا بشكل كبير جدا، وهو ما يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية بعض الواقعية في تعاملها مع السعودية. الأمر ده بيفرض على أمريكا إن هي تتعامل بواقعية وتنزل من البرج بتاعها وتتعامل مع السعودية بطريقة مختلفة، لأن السعودية بدأت تقوى وبدأت تكون قوة إقليمية غير عادية بقيادة الأمير محمد بن سلمان. شفت الهنا اللي احنا فيه؟ عرفتوا إن كل تحليلاتنا، تحليلات قناة مصر، ما بتقعش على الأرض، ما بتخيبش؟ عرفتوا حضراتكم ان السعودية بدأت تاخد كيرف وبدأت تشق طريقها بشكل قوي بعيدا عن الولايات المتحدة الامريكية كما قلنا؟ اللي عاوز يتذكر الحلقات دي يرجع ليها مرة تانية عشان تتأكدوا من صدق تحليلاتنا السابقة. اراكم على خير.